そうですそうです。كان عليها عاشق ساحر، كان ساحر أخرى. ساحرة تعمل أنا تقريبا كل ليلة مرات يتعامل كتوكلك هو وهي. كان عينه حسد، كان مرشوش في الدار، كل ما كان الناس كيجيوني انتقامات، رغم التحسين برش بخور تحسد. سهل ما كيطرش الجديد من الجن ماشي من الانس. كيف انا ولي هكا بحاجة بخور احمر ولا كحل كيدخل في الحد اسمه حاجة حلوك بخور نسميهم عمار سيدي كمل كيت أطرف آيات اللي فيهم السماوات والجبال صبري جبال سيدي الحصون آيات السماوات والجبال كواكب النجوم حصان تعرفش كان كون في الرقية كيبقى هي لا يحس من راسه حتى في الجمعية جمعية زيد زهية الدم العالي عندك تحاليل أنا ما قال هو أنا ما قال هو بعد المرات كيلعبها مسلم كيلعبها حيث كيكتب وخشي مرة كتأثر في فك الخيوط تاع المسلمين وانا اللي كيطلع هو دماغي كيكتب كتأثر في المسلمين كتأثر وصلاة على النبي كتقتل تقول لي زعما انا مسلم ياك شو بغيت تقول لي انا قران
الله الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله بها الغمة. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أجرني الله إياكم منها ومن حرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها، آمين وآمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد على النعم كلها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لا نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد في كل شيء وعلى كل شيء وفي كل حال وحين وفي كل وقت وحين. اللهم لك الحمد حمد الذاكرين، ولك الحمد حمد الشاكرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، 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 اللهم لك الحمد على كل نعمة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. 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 إن الله على كل شيء من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا
يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي، 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 واتوني مسلمين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، 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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين. أجيبوا داعي الله، لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير، وتفقد الطير، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا، 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 لأعذبنه عذابا شديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين.
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الشيطان الرجيم وكل إمام سارنا الزمان طائرا في عنقه ألزمناه طائرا في عنقه ألزمناه طائرا في عنقه ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 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 وكل إنسان ألزمناه طائرا ألزمناه طائرا ألزمناه طائرا في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى
بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذءوما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وآت ذا القربى حقه القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الشيطان الرجيم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء من السماء من السماء من السماء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من آياته السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا تخرجون الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها
خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج فأنبتنا فيها من كل زوج كريم فأنبتنا فيها من كل زوج كريم فأنبتنا فيها تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق والله يقول
الحق وهو يهدي السبيل. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال 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 ونادى نوح ابنه وكان في معزل نادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يا بني اركب معنا يا بني يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا يركب معنا يركب معنا ولا تكن مع الكافرين يركب معنا ولا تكن مع الكافرين يركب معنا ولا تكن من الكافرين ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين يا أبت لا تعبد الشيطان 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 للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان
الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض غارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل والله خلق لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ألم تر أن الله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء عمن يشاء يكاد سنا برقه
برقي يذهب بالأبصار يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار سنا برقي يذهب بالأبصار يكاد 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 سنا برقي يذهب بالأبصار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نزل القرآن من فوق سبع سماوات هدى للناس للعالمين إنسا وجنا أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنزل القرآن يخرجنا من الظلام والظلمات إلى النور إنسا وجنا الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد الصادق النقي التقي الأمين اللهم صل على محمد إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تهلك بها عدونا صلاة تدمر بها عدونا صلاة تحرق بها عدونا صلاة تهد بها عرش عدونا صلاة تامة كاملة أبدا من السماوات والأرضين اللهم صل على من نقش اسمه تحت عرش ربي اللهم صل على محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين على محمد خاتم النبيين والمرسلين على محمد السراج المنير على محمد البدر الطالع على محمد النور الساطع على محمد وعلى آل محمد صلاة تامة كاملة أبدا تهلك بها كل ظالم تهد بها كل ظالم تحلق بها كل ظالم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والسلام صلى عليك الله يا إمام الهدى ويا علم التقى صلى عليك الله يا أنقى من أنجبة النساء ويا أطهر من ولدت النساء وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء لا إله إلا الله قرآن عظيم كلما قرأ تألم الظالم كلما سمعه الجني تألم ما السر في ذلك ما السر في ذلك ما السر في ذلك من أين أتى هذا الألم من أين أتى هذا الوجع من أين أتى هذا الضر من أين أتى هذا الألم وهذا الوجع من أين أتى هذا الألم من أين أتى هذا الألم من أين جاء هذا الألم من أين أتى هذا الألم من أين أتى هذا الضر والوجع الحمد لله رب العالمين إنه القرآن العظيم إنه كلام الله جل وعلا إنه صراط الله السوي المستقيم ملة محمد فإما شهادة ترفع إلى السماء بتوبة وخضوع وخنوع لله جل وعلا تائبا باكيا عائدا راجعا نادما من كل ذنب من كل معصية من كل خطيئة من كل إثم وإما ضرب وألم وعذاب بالقرآن
حتى يصل إلى العروق والعظام حتى تشوى بها الجنود والبهور والجلود. فلا ندري كيف يكون المصير، أيؤخركم الله إلى يوم الحساب والعقاب، ويكون الحساب عسيرا وعذاب الله غليظا، وربما يكتب الرب العظيم لكم الخلد في النار، تكونوا من الذين ينادون. نادى أصحاب النار أصحاب الجنة نفيضوا علينا من الماء ومما آتاكم الله رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولا ندري هل يؤخر هذا وتتوب قبل الموت والنهاية، ولكن إذا عرفت الحق فالزم، إذا عرفت الحق فالزم، إذا عرفت الحق فالزم، إذا عرفت الحق فالزم. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلها تفوز، قلها تربح، قلها تغنم، قلها تنجح، قلها يغفر الله لك. قل لا إله إلا الله حقا وصدقا، لا مكرا ولا كذبا ولا خداعا. يوم ترجف الأرض والجبال، يوم القيامة هذا هو يوم القيامة، هذا يوم الخزي والندامة، هذا لا يوم لا ينفع الساحرين سحرهم، هذا يوم لا ينفع الملوك ملكهم، هذا يوم لا ينفع أصحاب القصور والتيجان عرشهم ولا تاجهم ولا ملكهم، هذا يوم لا ينفع عشاق الدماء الدم، هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مليلا. بعد عظمتها وضخامتها يطويها يا ربي كطي السجل للكتاب، يطويها ربي كطي السجل للكتاب، يطويها ربي كطي السجل للكتاب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، 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 كما بدت أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يطويها يا ربي كطي السجل للكتب، يوم القيامة يوم لا ينفع شيء، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، ألا هم ينصرون؟ لن ينصرك أحد يوم القيامة. سنوني تابر بقي يوم القيامة، وهذا هو الجواب كما قلت. انصروني احتدى من بقى هذه يوم القيامة، هذه المصيبة، هذه الطم، هذه الكارثة، هذه المصيبة والطم والكارثة، أنك تطيع مخلوقات لا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع، أنك تعبد مخلوقات لا تسمن ولا تغني من جوع. الحل سهل بسيط جد سهل جدا. تعرف؟ ما أعرف والو أنت. أنا أعرف شيئا واحدا يكفيني، أمر واحد فقط يكفيني، أنا
أعرف أمرا واحدا فقط وهو يكفيني. قل ما هو؟ أنه ولو استمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه عقيدة المسلم. الموت مؤجل وأجله الله تبارك وتعالى قبل أن تسكن هذا الجسد، قبل أن تخدم ساحرا، قبل أن تلدك أمك. حياتك عند الله معلومة مكتوبة مسجلة مقيدة بالحركات وبالسكنات بكل شيء. ندعوك إلى لا إله إلا الله. تريد الفلاح، تريد الربح، تريد النجاح، تريد الهداية، تريد العفاف والكفاف، تريد أن يغفر الله لك ذنوبك الثقيلة العظيمة. ذنوب لا تعد ولا تحصى، ذنوب ثقيلة لا تحسب، لا تعد ولا تحصى. ما هو الحل؟ تموت على هذا الحال. تلقى الله على هذا الوضع، تلقى ربي سبحانه وتعالى في هذه الحال، في هذا الوضع، ماذا سيكون الرد والجواب أمام ربك سبحانه وتعالى؟ كيف ستلقاه؟ كيف سيكون الجواب؟ بأي وجه تلقى الله؟ تلقى بالمكر. كل مرة تقول أسلمت عندها ماشي عندي، كل مرة تقول آمنت، كل مرة تقول تبت إلى الله عز وجل، وأنت كذاب أشر ماكر مخادع. يعني أنت تزيد الطين بلة، أنت تزيد الطين بلة، أنت تكذب على الله. ولك الويل، والله لا لك الويل. تكذب على الإنس تهون، تهون. تكذب على الجن تهون، تكذب على نفسك تهون، ولكن تكذب على الله جل وعلا. والله العظيم مصيبة. تكذب على أي شيء يهون، ولكن على الله مصيبة، على الله كارثة، على الله. والله لا طمة من الطمات الكبيرة. سأل الله أن يهديك، وأنا أشفق على حالك الآن. أنا صدقني، والله لا صدقني، أنا والله أشفق على حالك. أنا والله أعلم علم اليقين أنك في نوم وسبات عميق، وكل هذا القرآن الذي أقرأه وهذا الكلام الذي أتكلم معك، تعرف لماذا؟ قلت لماذا؟ لأنني أريدك أن تستفيق. مش تنقي دين العذاب ودين الشواية ودين النار. ما نفع فوالو هذيك، ما نفع فوالو. تما كنزيدو حنايا، تما كنزيدو 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 هادشي كامل كنقولو. تحدي. أنا كنهضر معاكم لكن نفهمك بأن العذاب أمر سهل. أن أضربك أمر سهل، أن أوجعك وتتألم وتتوجع أمر سهل، ولكن أن أصل إلى ذاك القلب الذي رانت عليه الدنيا، أن أصل إلى ذاك القلب الذي رانت عليه الشهوات والملذات، أن أصل إلى تلك الذرة أو النقطة البيضاء المدفونة وسط الأشواك من ظلم وسحر وأذية وعشق وزنا. صعبة جدا، ولكن تلك بذرة إذا أنبتت ذاعت أغصانها واختفت الأشواك. أنا أحب لك الخير، أنا أدعوك إلى الخير. أنا والله وبالله وتالله أن أكبر شيء أتمناه أن تسلم لله عز وجل وتكف عنك أذيتها، وأعلم علم اليقين أنها ستسامحك، وهي تسامحك وأنت لا ألا تتقي لها فيها، هي تسامحك أنت لا تتقي لها فيها، هي تغفر لك أنت لا تتقي الرب فيها، تسامحك أنت لا. شيطان شيطان، واش بغيتي دير الشيطان الا ما درتش انايا؟ كاش بغيتي دير هكا؟ انا بغيتك تتوب لله عز وجل. بغيت انا كيما كنقدر، انا بغيت لك الخير، انا تمنيت لك الخير، انا ارجو لك الخير. انت لا تحب لنفسك الخير، لا تتمنى لنفسك الخير،
ما هو المشكل؟ تخاف من سيدي؟ شرح لي جيدا، شرح وضح. خوف من ماذا؟ من الأخرين. مشكلة ماذا الأخرين؟ من؟ اللي أكبر منك. فين هم هاد الأخرين؟ هادو اللي هم أكبر منك. أين؟ فين؟ ما تعلن فين؟ أين؟ هادو اللي هم أكبر منك. فين كاينين هادو اللي أكبر منك؟ في الجسد ديالها، حول جسدها. أطيب يعني كاين خدام حول الجسد اللي نقدروا نقولوا هما العمار ديال البيت، ياك؟ طيب كاين غير وحدك في هذا الجسد؟ ما كاينش وحدك. من واحد. طيب انت ساحر ومعك ساحر، معك جنية ساحر، هذه الجنية حية. طيب انت ثعبان؟ لا. نعم ام لا؟ نعم. انت ثعبان وهي حية، وبزوج بكم سحر. طيب شكون اللي كيشوه الجمال ديال هاكي مرضى؟ انت حيت تعشقها. واش راك باغي تنفرم الزوج ديالها؟ هو عنده عاشقة. عنده شنو؟ عاشقة. انت واش عندك؟ هو رجلها عنده عاشقة. هو عنده عاشق. ايه. رجل عنده عاشق. ايه. انت واش دخلك في رجلها؟ انت عاشق عندها حوت. ايه. وكان انا رجل. ورجل اصلا ما كيديهاش فيها. احنا بغيناك انت تلقي الله عز وجل، لاش انا لك به ولا بها. الطرطق هي وهي، انت واش دخلك في هادشي هذا؟ باي حق؟ سحر. كيف؟ سحر. كيف زعما السحر؟ في حق السحر. واش حق السحر عندك حق عليه انك تخدمه في جسد انسان؟ خدمتي. خدمتك؟ يعني انا ندير خدمتي. اعتذر. خلينا في الهضره الزينه. انا ندير خدمتي. كل شهود دابا يشرح لك علاش زعما. صافي. يعني انت كدير خدمتك. يعني ما بغيتش تفهم واش راني باغي نقصد لك. انا باغيك الخير، بغيتك تخرج سلامات سلامات سلامات. هادشي اللي بغيت، بغيتك تخرج سلامات. انت ما بغيتش تخرج سلامات. ما بغيتش تخرج سلامات. تكرفصت ما قبل ولا ما تكرفصتش؟ بزاف يقدر اليوم تكرفص اكثر من داك بزاف. انا في حرب، مليتي ليكم مليتي ليهم، وانا غسيفطوني. واش انا كنت نعرفها كاع؟ واش نعرفها انا؟ واش ندير انا؟ واش ندير لك انا؟ واش بغيت ندير؟ خليني نبغي نسمع نقول انا وصافي حتى نتوب. حتى حنا عليا الله تاع انا هاد الجنون. والله الا عجبني الصوت ديالك ونسمع نسمع نسمع نسمع، ولكن هادشي اللي طلع. والله راك مزيان. انا نورمال. نورمال نورمال في عقلك. مزيان في عقلك. حاسس براسك عندك شي الغلاقه في عقلك. نخليك نخليك غير تسمع القران. بين وبين. كيف الزمن بين؟ بين وبين. بحال الزمن. مالي ليتي ليكم مالي ليتي ليهم. انا واش ندير لك؟ قرا عليا القران وخليني ودعي لي. بحال الزمن دعي لك. ربي يهديني. كيف الزمن؟ ربي يهديني. كي غادي ندير زعما؟ مع الوقت. زعما مع الوقت ربي هي تبقى تزيد فاش تشلى راه غاديه وانا نبقى معاها. زيد. شي نهار ربي يحمل عنده. ربي هو اللي كيدير كل شيء. ربي هو اللي كيدير كل شيء. انا رغموني وسكنت فيها. رابطيني. ربطوك. ربطوني في السره. زيد. اش غادي ندير؟ خرجت كاع غادي يشدوني. هيوا. انا واش غادي ندير؟ انت راك داير خدمتك. صار كذا خدمتك. هي كنت مؤمن. انا لا مسلم فقط. انا باش نصل الى درجه الايمان خصني بزاف. خصني بزاف. ماشي غير اجي نقول انا مؤمن. بدرجه بدرجه بشويه 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 بشويه. انت لو كان كنت فاسق ولا فاجر نسلكهم معك. انا منافق. انت يعني مسلم منافق زعما ولا منافق؟ واش بغيت ندير معك درك؟ بشويه بشويه
انا دوك استعملت معاك اللين 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 واش ندير واش هو الحل مثلا اعطيني انت قرا عليا بحال زعما نقرا عليك ملي كنت نقرا عليك انا واش كنت دير انت مره نبكي مره نستهزئ كيف زعما مره تبكي مره تستهزئ عارف كل شيء بصح بصح مو قريب صح من بعد كيفاش من بعد عن التوب يعني دابا هاد الاخت هادي اللي راه جايه مقطعه البي والطريق يعني مسكينه واش غادي نديرو معاها نخليو تت تت تبان لك على خاطرك تجيك على خاطرك ياك على الدوق ديالك تبان لك انت وتبغي تخرج يعني نبقاو نستناو كاين راك تقصد لي حتى يحن القلب ديالك وتبان لك على خاطرك بحال هكا تجيك على الهوا ديالك وعلى القانا ديالك عاد تخرج هكا واخا هاد الجين هادو اللي كاينين خارج هاد الجسد هادو واش هو الدور ديالك الشهر واش غادي يكون الدور ديالهم تا هما تفريق لا هاد الجين هادو اللي هما كبر منك وخارج الجسد ديالها واش كيديروا كيعاونوني فاش كيعاونوك من نفسه فاش يعاونوك مثلا يعاونوني باش نكمل الخدمه ديالي مثلا فاش يعاونوك يوكلوها يعني دابا انت مقرر انك تكمل خدمتك لا واش مقرر واش مقرر دير بغيتي نفهم وصافي انا اش هاد الحصه بغيت غير نفهم فيها هاد الحصه بغيت نفهم هاد الحاله فين راه باغا توصل يعني هاد الجنون اللي كل مره كيقولوا لها اسلمنا 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 ما سلمت تاجين كل مره ترفع السبابه راني تبت هاد الشيء اللي بغيت نفهم انا في هاد الحصه باش نعرف اش غادي ندير باش نعرف الختام تاع هاد الشيء غادي يكون اش غادي نديرو يعني انت راك مقرر يعني مقرر انت تكمل الخدمه ديالك مادام ان هذا السحر كيتجدد لك ملي كضعف وكتعاود هذا السحر هذا وكيتجدد يعني مقرر انك تكمل خدمتك مقرر ولا مقررش تكمل خدمتك هذا دليل على ماذا هذا دليل على ماذا هذا دليل على ماذا دليل على من هذا الامر هذا ان دل فانما يدل على انك كلب فانما يدل على انك شيواوا هذا الشيء اللي كاين حنا حنا كان الصباح انا كنقرا عليك تقول لي زيد قرا يعني باغينا نبقى غير نقرا انا وهضروا لنا مع صحاب التوقيفيه دركا فهموهم يلا فهموهم هذا الشيء يعني بغيتني غير نبقى نقرا يعجبك القران يلا حلل وناقش الاستاذ الواقف يعني نبقى غير نقرا عليك ترتاح طمأنينة وما يجدوك السحر يعاونوك وانا نبقى غير نقرا عليك يعني انت تمشي عند الرقيب بقى يقرا عليك يقرا عليك وما دابا يكون صوتو زين سي سا يعني واش خصنا نديرو دابا دايماك الله ياخذ فيك الحق امين واسال الله العظيم رب العرش العظيم يا رب ان يجمد الدماء في عروقك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشتت شملك كاين نتايا وكاين معك جنية حية فقط لا غير شكون مع هاد الزوج الاخرين غير كنت و غير ميمون زيد مالك زيد عايشه كتدخل وتخرج زيد وخادمه زيد خديجه زيد وصافي زيد صافي هي زيد كمل ميمون وعيشه وشكون مالك شكون هاد مالك مليكة شكون مليكة؟ مليكة مليكة شكون مليكة؟ مليكة هاد مليكة شكون هي اللي كتدخل وتخرج عيشة ولا مليكة؟ عيشة اللي كتدخل وتخرج ومليكة كاينة لداخل كاينة وميمون كاين لداخل وانت الحياة بوحدها وانت بوحدك مزيان وعلاش ما نقولوش حنا كاع تكون انت غير بوحدك؟ علاش ما نقولوش انك انت مختار هاد القصص وصانع هاد الدراما هادي كاملة ما يقدر زعما يكون هكا تقدرش قولها قولها شحال من مرة كتشوفي وشحال من راجل شحال مرة كتشوف شحال من مرة كتشوف شحال من راجل يعني هذا دليل اصبر اصبر وكاينه الشعر اصبر اصبر هذه مقاييس نقيسوا فيها بعض الاحيان وبعض الاحيان تنفى
هاد المعايير نقصوا بها إذا اكتشفنا أن الجني فيه شيء من الصدق، ما فيهش المكر. أما الجني قادر، سمع وواعو، قادر الجني أنه يجعل ذيك المرأة تحلم بأحلام وترى رؤى وأحلام تدل على أن فيها أكثر من جني، اعتداءات جنسية حتى من النساء. تقدر تحلم هذه الأحلام، تقدر ماشي واضح هذا الشيء. أنت قادر ماشي قادر تخليها تحس بلي فيها 100 جني. جني موجود في جسد إنسان، قادر يدير أي حاجة، قادر يخدش في الأحلام، في الأفكار، في اللمسات، في حركات الجسد. يعني واش غادي يصعب عليك انك توهم بلي كاين ملك يدخل وتخرج وجين خدام خارج البدن؟ واخا هاد السحر هذا كله لماذا؟ علاش هاد السحر هذا؟ علاش التفريق؟ واخا ما نمشيوش بعيد، حنا هاد الناس، هاد الاخت صنع لها سحر التفريق هي والزوج ديالها، وهاد السحر التفريق اللي صنع للاخت هي والزوج ديالها لماذا صنع؟ للتفريق، حسد. غادي نديرو حنا ان هاد السحر هذا صنع للتفريق للاخت هي والزوجة ديالها. ما نمشيوش بعيد، التليفون ديالك، الهاتف ديالك. هاد السحر هذا صنع للتفريق ما بين الاخت والزوجه ديالها والزوج ديالها. واش اسيدي عباد الله، انا بغيتي نفهم، هاد الاخت هذه مسكينه كي دارت الظروف ديالها؟ باها وزير؟ لا، انا نعطيك نزيدك عاوتاني، هاد الاخت ماشي باها وزير، با ما عندهاش، ما ورثاش على باها البرطمات والباطيمات والباطويات والزودياكات، لا حتى الدار، ما عندهاش حتى الدار، مسكينه غير كذب. دابا هاد الناس اللي غادي يسحروا هل يصل بهم الحد؟ بغاو الناس، إلا بغاو فلوس ويخسروا عليه هاد الفلوس كاملين ويأكلوا أباليس وشياطين ويموت عيشة مليكة حية ساحرة ثعبان ساحر، هادو كلهم سحر تفريق باش يملكوا المال ديالو. هو السيد ما عندوش تقدر شي يعقل هذا؟ ها 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 ها، من يدير الدار هو؟ سما كيعطيهم زعما، كان يعطيهم كيتزوج يا قاتلون بركة. يعني هاد القضية، يعني هادي مسألة نتاع أنهم، ان المساله تتعلق بانهم باغين الفلوس ديالو، باغين يملكوه ليهم هما. ايه يعني دابا هما دايرين له جنيه عاشقه تقربهم منه، ولا ما فهمتش واش الدور تاع الجنيه العاشقه؟ صافي هما طلعت لهم في الراس. اسما طلعت لهم في الراس هي، وهي طلعت في الراس وهو هو احكي لي عليه. هو مال هو دابا؟ هو في جنيه عاشق وما صيفطو ديك الجنيه العاشق. لا 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 لا، كانت فيه هذيك قبل. زيد كانت فيه، زيد كمل. الجيني كانت فيه من قبل، يعني هو توا مسحور من قبلهم هم، وهما ما سحروش، توا سحروا. وهاد السحر واش فين؟ الخادم اللي موكل بالسحر اللي سحروا، كاين فيه جيني اخر. عشت كثرت علينا الدراما، روميو وجولييت، سامحيني، مسلسلات، افلام، درامات، قصص، قصص عظيمه كبيره. انا غادي نقول لك واحد الحاجه، ملي بدينا نديروا الرقيه، ملي جات تحضر الحصص الجماعية ولا دازت عند الإخوة ولا دازت عندي، وهاد الحصص شكون اللي كيطلع في هاد الحصص كلها؟ أنت وحدك. شكون اللي كيطلع وكيتكلم في الحصص وكيدير هاد الحركات؟ أنت لوحدك. الظاهر في الجسد شكون؟ عيشة، حمو، مليكة، جني. حمو الظاهر هو أنت. يعني ما دمت أنت الظاهر، إذا غادي أنت اللي خصك تعذب. يعني يا إما غادي تلقى واحد الحل، وهاد الحل غادي يعود عليك من نفحيت. هاد الاخت ما يمكنلهاش ترجع للبلد ديالها وهي مصابه، ما يمكنلها ترجع الا مقطع البي وجات، والمره اللي فاتت جات وما تشدلهاش موعد ولا تاخر عليها الموعد. يعني دابا ما يمكنلهاش تبقى تستنى حتى تجيك انت على الذوق ديالك والهواء ديالك. خليها تمشي وصافي، خليها تمشي واخا، ومن بعد صافي. كيف زعما صافي؟ الا مشات يعني، يعني واش الا مشات؟ ها هي مشات، يعني واش هاي مشات؟ نديرو مشات حن الله مرة أخرى، عاوتاني مرة أخرى تولي ونقرأ لها شي قرآن، ويعجبك حتى شي قرآن زين، صوت زويون، صافي وسالت القصة. الله يسخر، الله يكمل بخير. هاك مزيان مزيان، يا ربي يا ربي، دايرين أكثر منا مزيان. شنان خليتو لنا حنا نديرو؟ أنا غادي نوريك بشار، أنا غادي نوريك طلبوا لك بدعه. بر 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 يلا جبيده زوينه. سرح وتسرح، الله يرضي عليك يا ربي. اسمع الهضره وتسرح. لا
ضربتك ولا لا؟ والله كيفاش ضربتك؟ مش عاقل. الجامعية. ايه في الجامعية هذاك ما تسماش ضرب. تموت هي قبلي. سرح يدك سرح. لا 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 لا. ما يرضى عليك سرح يدك. ما يرضى عليك سرح يدك. منين موت؟ وحتى تموت فيها هي راه رقد بالو مزيان مزيان غير اجي اسكت شوف هذيك زعما والله الا انا مسكينه راه ها راه ملويه راه ما عارفه والو واش راه يصرى فيها زعما شفتك والله الا شفتك فين نزل لها العرس شوف غير هذا النهار عطاني صوابي سمو نعطيك سمو صوابي نعطيك صوابك عليك لا جاي تخطب لا لا جايب القوالب لا لا جايب التكشيطه واش تجيب لي نتنفس الضفه ديال النفس زعما المره الاولى غير هضر معنا وصيفطنا زعما المره الاولى غير هضر معنا تعلم في اللايفات كيما لا فيسبوك لا 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 هالعار هالعار نقول لك واحد الحاجه ومعزز الوالده عندك بدا يسمعها اي جن اقسم بالله الا القابسه نتاع عقلي فيها بزاف ديال المعلومات لا يظن الجن انه لا تفرج صافي راه فهم وعرف كل شيء شوف والله والله ما يقول لك انت تاع واحد انا نشهد لك الحمد لله انا نشهد لك انا نشهد لك شت العقل ديالي عامر ثقف فيا النفس اجي تجبد هنا ما خديش النفس خليني غادي نسخف هنا لا استنى غادي العرج غما ديال الله الضرورات تبيح المحظورات غادي نشدك نطيحك اجي جلس الله استنى والله اجي جلس الله ما خديش نتنفس خليها غير تنفس هاوي ديرها ما قدرش تنفس راه القلب ضعيف اويلي انت راك ما عارف والو انا لا راني ساكن ولا لا راني عارف واش راه يصرى في هذا الجسد
سكت سكت خلينا نتنفس شوية نهج. ما ليش الوقت هل عرفت نهج تسبح وني 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 زبي 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 وش صافي وش صافي زبي الخراج يا الخراج ويلي 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 تشويل سوف لي شو باش نعاود لك الله على باش تعاود لي الله راني داك سوت تاعك انا تصرف يا ربي نو تصرف استنى استنى واش قررت واش قررت انا قرر انا شي قرار قرار يكون انا قرر نخرج كل شيء الازهار واش قلت عاود نبطل كلشي الاسحار انا خصني تخرج وما تبطل لي ما بطلوا لكش انا راه عمره بعدا هي سحور اجي تجبد هنا اذا نخرج وانا ما اجي 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 في رحمه الاسحار في الكرش وتخرجهم زعما اجي اجي تعلمتهم في اسحار غير تكمل الاستفراغ انا على بود تي وني تجي تكمل الاستفراغ ديرو فرق فرق هادي اجي نزل والله ماني نشوف والو ما انت غادي تولي تشوف ولا تشوف تولي اصد ندير صافي صافي نتنفس نتنفس الموت 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 الكحلة أويلي بغيت غير نشرب أويلي 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 صافي 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 ولا تنخرج ولا تنخرج ولا تنخرج ولا تنخرج أويلي أويلي فكر شنو تشوف يا زاد زيد عاد تفكر زيد فكر شنو فكر 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 واش فكرش ولا مازال انتي ولا اي جنيه اجي جلس برداش نزل لغة انا انجلس لا شوف انزل انزل لو اسمع هذي من دعب معك كاتشي انا نزل نزل وانزل نزل هذي هنا يا هذي هنا بشان ندير هاك نوتش باش ما تشوفيش على التيك بس هيك منات نفس نفس انت الدردار نفس حيد يديك حيد يديك حيد يديك قوي لي الموت هادي موت نزل الله نضربك باش نزيد نضربك ضروري راني ساكت لا غير نزل بالك شي بلان ولا لا نزل بانت لك شي حاجه ولا لا صراحه يديك شوف ماشي انا نقدو انت تهز يديك وتدفعني سلح ما تدفعش حتى يديك الله كنتعلم حي يديك باش ما طلعليش القرضات علم حيد يديك هذا وحيد كندير كندير كنتعلم كنتعلم كعادي ندير اصلا انا باغي نعلمك يلا نزيد خويا الله يرضى عليك واش اخويا الله يرضى عليك واش اخويا الجن انا ما تولدتش الجن انا ما تولدتش فاش ان شاء الله في الاسلام اجي 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 شوف كيف الاسلام بالك شي حلو ولا مازال مازال عادي يا ربي ما دير يا ربي يا ربي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. اللهم يا رب احصي السحرة عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم يا رب على الأرض ولا في الأجساد ولا في الأبدان أحدا. اللهم عليك بالسحرة وخدامهم وجنودهم وأعوانهم وأتباعهم ومن والاهم ومن ناصرهم ومن سلك نهجهم ومن اقتفى أثرهم ومن والاهم ومن كعان معهم ومن أعانهم. اللهم عليك بهم وخدامهم وجنودهم وأعوانهم وأتباعهم. اشف اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. واهد اللهم يا رب أمة محمد أجمعين إلى الحق يا رب والسداد والرشد واليقين. وتوب اللهم يا رب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم يا رب لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واهد أمة محمد أجمعين. لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل. مرضى المسلمين أينما حلوا ارتحلوا أينما صالوا وجالوا أينما كانوا وكيفما كانوا أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم يشفيهم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم اقبلنا أسذيب الباس شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل. هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا فهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. 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 ربي ما كان مصابين فمنك وحدك وما كان خطأ أو سهم أنزل أو نسيان. طريقة القراءة ومنطق الكلام فمن نفس من الشيطان. والله ورسوله منه وبراء. الله أعلى وأعلم. الله أعلى وأعلم. الله أعلى وأعلم. لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل. هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. ربي ما كان مصابين فمنك وحدك كان خطأ أو سهم أنزل أو نسيان. في الطريقة القراءة ومنطق الكلام من نفس من الشيطان. الله ورسوله منه وبراء. الله أعلى وأعلم. والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين.